إخوان السلام عليكم. المغاربة جميعا مرحبا بكم والناس خارج المغرب. وأشهر كلب في المغرب هو ما يطلق عليه باسم كايزر. بزاف ديال الناس سماوا الكلاب ديالهم كايزر، يعني على أساس أن الكلبات ديالهم تما زوينين الله يسهل عليهم. جميع المولوعين في المغرب خارج المغرب الله يسهل عليهم. حنا حمادة كاع المولوعين عزاز عليه، ما عنده حتى شي مشكل مع حتى شي واحد. وحمادة وحدين اللي ما كيحملوش هما النصابة لا غير، أما كلشي عزيز عليه حمادة. المهم اليوم جينا باش نشوفوا كاين كايزر وكاين ولد كايزر. كايزر الحقيقي أول لا راس خرجت منه جينا عند مولاها دابا. ولكن قبل ما نشوف مولاها وريهم أخويا العضة ديال كايزر. أجي أخويا وريهم كيبان أخويا الناس، هادي العضة ديال كايزر وهذا شرف ليا عضني كايزر باش يطبع ليا الولاعة كبداية، لأنه طابع أو يعني أنا تطبعت وريتها لكم، ما كنخبي عليكم والو. البسالة هو ما عندوش مع البسالة، ما عندوش مع البسالة. زعما انا باسل ولا شنو؟ راه فيديو كيتصور ندعيك، راه صوره وصوش هو ما عرفش ما البساله اللي تيحكوا عليه. وانا راه فاهم، انا فاهم وانت فاهم، فهمتي؟ واش يقول لك المثال، حن حن على اللي شراك، من اللي باعك تهنى منك. لا حنا ما تنبيعوش اخويا، انا غنولعهم. مرحبا، راه لي نولعهم. السلام عليكم سي بشعيب حشيره باشي خويا، لينا الشرف اننا نعرفوك. ما كناش كنعرفوك بحكم انني انا ما كانش عندي مع الولاعه ديال الكلاب، دابا بديت كنتعلم. ولكن اسمح لي بقاطعتك واخا، ولكن انت ملي بديتي الولاعه راه بديتيها من الاساس ديالها. من الاساس ديال الولاعه. ديال الولاعه البيع والشراء باش تكونوا فاهمين. انا مولوع ماشي مخلوع. الحمد لله. انت اخويا بشعيب ما عندكش، ما كتبغيش تبان خويا، عزلك تيقار، انت واحد الانسان موقر، هادشي اللي عرفنا عليك. هذا نقدروا نقولوا هو ولد كايزر شخصيا. هذا ولد اول كلب طبع، وهذا طبع اكثر من كايزر، طبع اكثر من باه. هذا بالنسبه لي كان باقي هذا صغير. هذا الشيء علاش؟ طيب لان هذا طبع بزاف. هذا من الاول كان تصور في القريعه. تصور في القريعه. طيب الله يسخر الامور تبارك الله. هذا هو الكلب، اللهم يسر الاخوان. هذا هو كايزر شخصيا. خويا بشعيب وليدات ديالو مازال جايين في الطريق بزاف، تيكونوا وتيمشيو. باش نقول لك انا ما كيطيروش وغنبيع. انا كايزر مني تيتكوبل مع شي نتوى ديال شي واحد ولا صديق ولا كيما كان، تقول لي واش كاين شي نتوى، تنقول لي واش كاين شي وليدات، تنقول العين عطيه النمره ديال داك السيد. وي هادشي اللي باش غنمشي نشري ولا شي حاجه. لا فهمتك. بالنسبه اللي بغى يكوبلي مرحبا يتواصل معاك. مرحبا. اللي بغى يكون النمره ديالك كاع ديرها انت. النمر شي 0690139090 0690139090. هذا نقدروا نقولوا طبع اكثر من باه، اللي هو كايزر، وهذا ولد كايزر، وهذا هو اللي طبع اكثر من 80% ديال مالينوا شاربوني. شاربوني باش فاهمين كاع اللي يقدر يقول لك انا لا تنبيع وهذا كايزر. كايزر بالفعل راه ولاد ديال كايزر، ولاد ديال هذا هو الاصل هذاك. وي اللهم يسر. يعني هذا هو نقولوا ثاني كايزر في المغرب، ولد كايزر شخصيا، واول ولد الكايزر في المغرب. تحيه محمد اللي مازال هو دايرين معاه رونديفو، ودابا راه غيعيطوا لي يقول لي ما تخليش حمادة يجي يصور عندك. لا لا دابا تتقلب الله يسهل عليهم ياك. تلبع من الراس ديالها باش انا ولي باقي ليها. باقي لها هذا النياب. هو اخويا قلب على النياب. النياب اخويا تبارك الله اخوان. الشورى طبع لي الرجيله الحمد لله. كاينين وليدات وهذا هو بشعيب. يعني الناس اللي كتسول كايزر 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 هو هذا. ها هو اخوان ولعهم ليا تبارك الله. اش غادي نقول لكم الخوش، اللهم بارك وزيد في ذلك. بشعيب خويا امتى بديتي الولاعه؟ شوف الولاعه ما نقدرش نقول لك انا امتى بديت الولاعه، اما من الصغر. اي واحد مولوع تعرفه مولع من الصغر. من الصغر ايه. وبديتي عن حب؟ ملي تتربي شي حاجه كنتي عطاك فيها الثمن وما تبغيش تبيعها راه ولا عادي. واجي نقول لك هذا الكلب شحال وصلوا معاك فيه وما بغيتيش تبيعه؟ انا ما نقولش هذا ما غيوصلوش معايا فيه. حيت انا اصلا ما باغيش نبيعه. ولكن عطاوك واحد الثمن مغري. شحال عطاوك تقريبا؟ عطاوني هذوك اللي باغيين يبيعوا ويشريوا فيه، عطاوني 37000 درهم. هي شحال؟ تقريبا واحد 3 مليون و 160. سمع اخوان اللي باغي مالين هو ديال 700 درهم ودير 400 درهم. على تقليدك اخويا عطاوك الثمن؟ وعطاوني هاد الثمن، هاد الثمن عطاو لي. الله يرحم. والمصريين شحال من واحد دخل عندك؟
تيعيطوا لهادو وتيقولوا لهم جيبوا لنا كايزر. جيبوا لنا كايزر. هذا اخوان قال لي بشعيب وخي عطوني 20 مليون والله لا بعتو. علاش؟ شي واحد يقول لك ولا راه مبلغ مغري، مبلغ مغري بالنسبه لك انتايا، ولكن بالنسبه لواحد باغي يتولع هو داك اللي غيشتريه باش حسن منه. اشنو؟ مالو كيمشي غيدير الجنه. 10 المليون راه تخسر 20 مليون تخسر 30 مليون تخسر، ولكن هذا هو المولوع. شعيبه جينا على الدور عرفنا باللي مولوع وماشي مخلوع. الله يسخر لي الامور والله يسهل على اي واحد سمع هذا الفيديو وتفرج فيه وكاع العالم الله يسهل عليه. خويا بشعيب لا كوب لو مود وين عليها؟ الوليدات راه كاينين في الطريق. لا بالنسبه انتياوي اللي عندك تما راه شاربوني، كاين عندك شي بناش كايزر ياك؟ كاينين كاينين مازال بناش كايزر. لحنا لكم شي حاجه في ستوريات دير بناش كايزر، شي حاجه شاربوني. ومازال الدراري اللي كيجيو كوبليو معاه حتى هما الا بغيتو وليداتهم راه غيتواصلوا معاه بشعيب. مرحبا خويا. باش تكون عارف على الشاربوني ماشي غتجيب لي انت وصفره اييه وغتقول لي باغي تيري الشاربوني. ما يمكنش. اش خصنا نجيبو لك اخويا؟ خصك ضروري تكون عندك حتى انت شاربوني. ما يكذبش عليك شي واحد يقول لك انا عندي كر شاربوني جيب لي انت وصفره وغترشم 100%. يعني الطابع كيخرج من الشاربوني مع الشاربوني. الشاربوني مع الشاربوني هو اصلا الا بغيتي الكحوليه خصها تكون شاربوني فيها الجينات ديال الشاربون. يعني الشاربوني مع الشاربوني غادي يكحلوا لك البياسات. ضروري ما يكون عندك واحد بورتي كحل. بورتي كامل تقريبا كحل. اجي نسولك كيخرج بعض المرات بورتي كحل وملي كيكبر كيبدل الزغبه كيرجع صفر. تبقى غادي وشي تبدل. تبقى غادي وشي تبدل. هذاك تشكون الواحد في الوالد. الزغبه على حسب الزغبه دابا انت هي وشوف المعامله ديالك مع الكلب كيفاش داير. ايه هذا شحال عنده تقريبا؟ هذا شحال عنده؟ تقريبا. نعطيك لاطات ديالو. مرحبا. مزيانه. انت راه مولع راه عارفك بشعيب. شكون عارف ماشي نقول لك. احنا راه بغينا نتولعوا معك خويا بشعيب. هذا. ايه. كيزر. ايه. 6/10/2018 وحسبها انت. تزاد. لاطات ديالو 6/10/2018 شتي شحال كان عنده؟ تقريبا عنده واحد الشهر. الشهر. خديته هو ومو. هو ومو. وربعة كياسات. كيزارية. مو سميتها. ديك الساعة كنت مولع ديك الساعة. أييه تبارك الله الله. الإخوان باش تعرفوا بشعيب كيدير الألمنيوم. اللي بغى يصيب الالومنيوم لا راه خاصنا نقولوا لهم. لا لا دابا حنا في الولاعه. في الولاعه. المهم من بعد اللي بغى يصيب شي حاجه ديال الالومنيوم عند بشعيب راه عنده محل كبير تبارك الله الله يسهل عليه. ماشي جو عندك الكليان يتولعوا ويس اللي بغى يصيب شي باب شي بلاكار حتى والله حتى غنمشيو نصوروا لك داك الشيء. لا شوف شي الولاعه ملي تيتم جاي عندك شي واحد تيتولع. اييه. تقلب على الولاعه ملي تيبغي شي واحد يصوب عندك شي حاجه تيقلب على داك الشيء. بصح. اللهم يسر. دابا يتبرد شويه عندك يمشي لك الاخر راه عنده الجينات هرباني تبارك الله. لا لا ما تخافش. ها يلا سير حتى تما لك واسع النظر. لوبجي تشينيسا الا ولع كايزر هاك جيب اش الا ولعنا اخويا ولعنا انه كايزر دراري اللهم يسر بياسه حاره الا الا ماشي قلب عليك حماده ها ماشي قلب عليك. لا لا واخا يقلب عليا انا محمي. عرفتي باش محمي؟ بلا اله الا الله محمد رسول الله. راه عضني بقى يعض فيا. ورينا الاخوان الطابع والله يسهل عليكم كاملين الاخوان. تولى عليا سير عطيه شي جري يا خويا. الا تبارك الله وصل على المليان. هان هان اللهم يسر. الا وكيسمع ها الا أنا إخوان اللهم يسر. تبارك الرحمن تبارك الله الذي لا إله إلا هو. هلا إنه يضحك. اللهم يسر. أنا إخوان هيك ما مسبول. ها هيك ما مسبول. اللهم يسر تبارك الرحمن سبحان الله الذي تبارك الرحمن. اخواني شفت شي حاجه الله يبارك. بالنسبه اللي بغى يكوبلي ولا بغى شي بورتياج ديال هذه تتصل بيا 06-90-13-90-90. راه ما كاينين انتيوا راه حامله تما تبارك الله الله يسخر فيها ومازال كاينين شي بياس. باقي ماشي هي هذه. لا ماشي هي هذه. ماشي هي. مرحبا كما قال الاخ بشعيب هذيك راه مازال هذيك تكوبلات ولا باقا؟ خويا لا هذيك ولدات وليدات مشاو مشاو باش تعرف المليحه اخويا. وبغيت نسولك
حنا كان بزاف ديال الناس كيبقاو غالطين شي يقول لك حنا بغينا مالينو ديال ديال 1000 درهم كاين كل حاجه والمقدار ديالها. شوف انا باش ما تلاقيتي فهمتيني كاين اللي تيبغي لا ولا الكايزر كتبيعهم حتى ب 1000 درهم لا ما تنبيعوش ايوا باش نكونوا فاهمين باش الناس تعرف الناس بزاف الناس باش تكون عارفه يعني ولد كايزر كما تنقولوا احد اشهر الكلاب في المغرب واللي اغلبيه الناس كيسميو دراري صغار يلا بنجيو الكايزر كايزر كايزر تمنوا الخير اخويا بشعيب طلق لي شي جري ولا بلاش سير يلا يلا كايزر تبارك الله اخوان يعني اللهم يسر اللي شاف شي حاجه يقول تبارك الله وراه كله باذن الله يعني الا قلت شي تبارك الله ربي غيبارك لك ها هو كايزر جاي طالع اخوان اللهم يسر هان هان تبارك الرحمن شكرا شكرا كايزر خويا الدراري تولعنا شي سير مرحبا خويا اللهم يسر شي كلمة نصائحك للمولوعين اخويا بشعيب لان اغلبيه غيكملوا الفيديو بغاو يعرفوا مول كايزر شخصيا خويا انا مولع انا ماشي مولع معلوماتك معلوماتك وا الناس اللي بغات تولع تربي بياسه مليحه اييه تقلب على السلاله الوالدين ديالها اييه الكايزر ماشي لا كايزر ولا اي بياسه تكون شاربوني اييه والنتوه تكون شاربوني بياسه مزيانه وبينات مسائل خليتي شي بياسه غتولع منا باش غتقول لي غناخذ بياسه اها احتراما من الناس ديال الكلاسيك حيت الكلاسيك راه هو اللي تيتلعب في مسابقات وداك الشيء باش تكون عارف ولكن الجماليه النوار فوالا حاجه لا فوالا تتسمى الجماليه جمال الخدمه والبراش الخدمه وداك الشيء شوف صفر ولا الحقيقه حيت الاصل ديال مالينو جاي من مضروب مع شي حيوان اخر مع الهولونديز تيقولوا باللي مضروب مع الهولونديز جمالية تبارك الله على الجمالية على الجمالية هنايا أي واحد عنده شي بياسة كما كان كلب كما كان أي سلالة يتهلا رباها راه تيتهلا فيها هذا هو ديال الولاعة الفاكسا الدواء ديال الحناش بالضبط كيتشعطى تعطيه الخضر خاصك تداوي على الحناش كيفاش غدير ليهم نصيحتك كاينين بزاف ديال المبتدئين صغيورين تيقول لك حماده حنا بغينا المعلومات كتمشي عند المولوع قول لي اللي بارطاجي معنا التجربه ديالو هو تنداوي هذا تنداوي تقريبا من 4 اشهر شهور خصني ضروري تنعطيه الدواء ديال الحناش يعني مره في 4 اشهر يعني مزيانه ضروري مزيانه شحال كتعطيه من مره في الاسبوع؟ جوج خطرات جوج خطرات في الاسبوع المده ديال شحال؟ 15 يوم بعد اولا تداويه تتعاود ليه التريتمون صافي وما تتعاود ثاني تمشي واحد المده وديما تتبقى في الدواء الفاكسا ديال الجهل شحال كدار مره في مره في العام مره في العام شحال شدار تقريبا شدوا الدراري فكره لا شوف داك الشيء داك البيطاري هو اللي تيعرف الثمانات اوكي ماشي مشكل ماشي نقول لك انا غنشدها وندق راسي ها سمع سمع البيطاري باش يتحمل هو المسؤوليه هو عنده خبره وكيعرف فين يدق البيطاري اييه الدومين ديالو اييه فهمتيني إيه البيطاري شاد المسائل ديالو وبالنسبه كليبات الصوار اها باش نزيدك غيقول لك شي واحد راني داك لي الفاكسان وراه غي هي الموت ديال لي شيو صغار دغيا الا مرض ليك الكلب قبل ما تبقى تخسر عليه خصك داوي قبل تريتمون ديال الحناش عاد تدق لي الفاكسان يمشي كنديروا للوليدات الصغار تريتمون ديال الحناش ايه دابا الوليد يمشي كنديروا لي داك تريتمون ديال الحنيشاش فالمسك تجي من عند تهزو من حيت ملي تيكون تيرضع هو هذاك الحليب ديال امو راه طريطمون مزيان ولكن ملي تتحيد عليه الحليب خاصو ضروري الدواء خاصو يداوى يعني طريطمون كديري غير راسك ديال الحناش شوف تاخذ طريطمون مع هذا البيطاري هو اللي تتستشر معاه هو اللي كيعطيك الصحه ضروري تاخذ طريطمون قبل من الفاكسان قبل من الفاكسان يعني كما سمعتوا الاخوان ومازال غنتولعوا مع بشعيب كلمه اخيره قبل ما نختموا اخو بشعيب خويا حماده الله يبارك فيك الحل هو هذا هو هذا يا سلام اللهم يسر تبارك الرحمن اللهم يسر كايزر تبارك الرحمن اللي شاف شي حاجه يقول الله يبارك المهم اخوان شي دعيوه الخير للخوت والحباب الناس الزوينين يسهل جميع المغاربه والله يسهل على كل شيء الحمد لله وحشة العديان الله يسهل عليهم حنا كنقول خير حنا عندنا الولاعة فهمتيني سالينا سالينا كما سمعت الحمد لله خدم على روحك والله يسهل الجميع تنتولع فهمتيني تنتولع ماشي تنبيع ونشري فيهم بالضبط باش يكون عارف اييه
اللهم يسر. المهم اخوان بالنسبه لا كوبليمون النمره 0693 1390 بالنسبه لوليدات اللي بغاو وليدات كيزر راجيين في الطريق، وكاينين شي وليدات باذن الله، وحتى الناس اللي كيكوبلي معهم كيزر راه غادي يتواصلوا معنا وكيصيفطوا لنا وليدات شاربوني وكنبارطاجيهم معكم. ومرحبا بالجميع، حنا الاساس ديالنا هو الخدمه النقيه والخدمه. مرحبا استاذ ديالنا. ملي بغيت تشري شي نتوى وتلقى شي وليد يقول لك راه كيزر، بالنسبه لهذا ولا اي واحد شي ذكرتي تيرشم اييه وريني تصاور ديالو ديال الولاد ولا ديالاش؟ ديال دابا كيزر في كازا حاليا كاين عند جوج الناس، كاين عند سي محمد الله يسهل عليه وان شاء الله يسهل حاليا. كاينين تدراري، كاينين تدراري عندهم الوليدات ديال كايزر. ها يعني مثلا هذا الا فرق خديت لك انا الوليد ديالو نقدر نسميه كايزر. الدم ديال كايزر كيتسم وي الدم ديالو فهمتيني. ولكن كايزر تشهر يعني اول هو ديال سي محمد الدرب سلطان الله يسهل عليه بما جبدوا السميه ديالو عارفينه الناس. يعني هذاك هو اول كايزر ترشم نقولوا في الدار البيضاء في المغرب ولا في اوروبا ولا في افريقيا؟ القريعه. في القريعه يعني اول هي المسيره ديال الولاعه ديال المولاعه هي اللي بدي الله يسهل على الجميع. المهم اخوان كيف مشوا نقطعوا ياك خويا بارك علينا تولعنا بما فيه الكفايه تقريبا 16 دقيقه وحنا كنتولعوا مع الاخ شعيب. اخوان باش نختموا هذا الفيديو الله يسخر الجميع ومرحبا بالجميع. وراه كاينين لاحت لكم واحد جوج نشاوي ديال بنات كايزر، وحده عندها 4 شهور وحده عندها 7 شهور. مرحبا الناس راه كيعيطوا عليهم. المهم النمره كيف العاده 0693 1390. الارسال دائما مغرب وخارج المغرب وجميع الدول الا بعض الدول ان شاء الله، ولكن اغلبيه كنتعاملوا مع الدول اللي مزيانه الجزائر تونس الدول العربيه كامله والدول اوروبا كامله الا جوج ديال الدول. واللهم يسر سير والله يسخر لكم حشيره.